رئاسية إذاعة أصحاب السمو الشيوخ والمنقولة عبر الهواء مباشرة عبر قناة ياس الرياضية، مباشرة أسير إلى الصدارة الأولى إلى المركز الأول. الباسلة تأتي في المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتواجد خالد بن مر بن حلوة، بينما اللي في المركز الثاني تدخلت العين من هجن الرياسة عوض بن مبارك المهيري، خذت المركز الأول. الدخول في هذه اللحظات من مزنة لسمو الشيخ محمد بن دياب السيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، الشاهينية والشاهينية أيضا تدخلنا من الزاوية الأخرى بشعار هجن الرياسة ليتواجد المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري. الدخول الآخر من الزاوية الأخرى هنا مع المركز السادس من الشاهينية من هجن الرياسة ليتواجد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام السابع، الوصول من الشاهينية لهجن الرياسة، يتواجد أيضا هنا مع الشاهينية راشد بن محمد بن سم المنصوري، نقلة مباشرة إلى المركز الثامن. تأتي في هذه اللحظات هملولة من هجن الرياسة، يتواجد علي بن يميل الوهيبي مع المركز الثامن. المركز التاسع والعاشر هناك هملولة وهملولة من هجن الرياسة ليتواجد علي بن يميل الوهيبي. هذا هو نداءنا الأول مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، من خلال هذا الاندفاع القوي والتحدي المثير لنا عودة هنا الهواري ياتي ما بعد العشر المراكز الأولى بصورة رائعة جميلة هنا من عاصمة الميادين. ما شاء الله، عودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، الشاهينية والشاهينية هنا أيضا يتقدمنا بالشعار الأحمر لهجن الرياسة ليتواجد المستحيل راشد بن محمد بن سم البنصوري، أحد الأسماء العملاقة والخطيرة في عالمنا الساحر بالفعل. أيضا من خلال تواجد هذا الشعار، الشعار الحمر، وصلت العين، وصلت العين على المركز الثالث لهجن الرياسة. الخبير عوض بن مبارك المهيري يقدم العين في هذا الانطلاق القوي، بينما مزن القادمة بشعار سمو الشيخ محمد بن دياب السيف آل نهيان يتواجد الصادق فضل الأمين. الدخول هناك أيضا مع الباسل القادمة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتواجد خالد بن المر بن حلوة في عملية التضمير والتدريب والوصول من الشاهينية لهجن الرياسة، يتواجد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من أيضا خطف أضواء الجولة الأولى بأربع نقاط بالفعل من خلال تواجد الشاهينية وشاهين. هنا أيضا ننتقل إلى المركز الخامس، المركز الخامس من الزاوية اليمنى الهواري، هناك أيضا الشاهينية حاملة الرقم 14، هذه هي الشاهينية لهجن الرياسة ياتي، أو المركز السادس بالفعل اللي هي الشاهينية لهجن الرياسة، يتواجد المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري، يقدم أيضا ثلاث ورقات في هذا الشوط، تكتيك رائع من المستحيل، خبرة ولا أروع مع هذا البطل. ولكن هنا الوصول من الباسلة، وصلت هنا في هذه اللحظات على المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتواجد هنا خالد بن مر بن حلوة يقدم هذا الاسم، وصلت هملولة من هجن الرياسة ليتواجد أيضا هنا علي بن يميل الوهيبي، وصل الفيلسوف، وصل ليقدم الشاهينية من هجن الرياسة. أحمد بن مايد الخيالي هذا سن الإذاعة العام الماضي صاحب الأحداث والحادث الذي لأول مرة يصير في منطقة الخليج من خلال تقديمه مرضية في المهرجان الختامي وفي الكاس المفتوح، لتاتي بزمان دقائق 38 الثانية وفاء وتماما وكمالا بالفعل، أيضا اسم عملاق وخطير مع هذا البطل رجل الخطوط النهائية والفيلسوف في عالم الأصايل. أشكرك أشكرك على هذا الأداء الكبير والنجومية الرائعة يا أبو مبارك، بينما الوصول من الشاهينية لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وصل في هذه اللحظات يقدم شعار هجن الرياسة القادمة هملولة لهجن الرياسة أيضا، والقدوم من هملولة لهجن الرياسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي. هكذا نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المركز الأول. الله يا أبو ذياب، الله يا الشاهينية والشاهينية على المركز الأول، يتنافسنا على الصدارة الأولى من هجن الرياسة. الدخول من الزاوية الأخرى من الشاهينية مع بن زيتون، ما شاء الله الشعار الأحمر يستحوذ على المثلث الذهبي بهذه الانطلاقة الرائعة المهنية.
المسائية الجميلة. هجن الرئاسة بالفعل تقدم أجمل ما لديها، الوصول الانضمام إلى المركز الرابع مع لوحة الألف والمئتين القادمة. هنا مزنة لسمو الشيخ محمد بن دياب بسيف الهيان الصادق فضل الأمين. المركز الخامس العين، وصلت العين من هجن الرئاسة. عوض بن مبارك المهيري يقدم العين، ولكن دخول من هملولة، تدخلت هملولة من هجن الرئاسة. علي بن يميل الوهيبي يقدمها. هذا هو الكيلو متر الأخير، هذا هو الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، ما شاء الله. هكذا الانطلاق القوي، هكذا تحدياتنا المثيرة. أيضا هنا المستحيل ينافس مع الشاهينية والشاهينية في المركزين الأول والثاني. راشد بن محمد بن سمو المنصوري يقدم شعار هجن الرئاسة بهذا الخط، أيضا الذهبي المطرز بهذا الشعار، شعار البطولات، شعار الذهب. هنا الحمر مر وعبر بالفعل، ياتي مع المستحيل ليقدم الشاهينية والشاهينية على المركز الأول والثاني من مؤسسة هجن الرئاسة. راشد بن محمد بن سمو المنصوري، الله، تحركت الشاهينية من الزاوية الأخرى من هجن الرئاسة. المجازف 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 بدأ يحسب الأمتار. هجن الرئاسة، هنا الشاهينية تأتي على المركز الثالث، 300 متر الأخيرة، الأمتار المجنونة مشاهدين الأعزاء. ولكن أبو دياب، أبو دياب مرة يقدم الشاهينية الصفراء، مرة يقدم الشاهينية الحمراء، لله درك يا أبو محمد على هذا الأداء الكبير. تهانينا، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا والناموس ايضا على هذا الفوز والانتصار من الشاهينيه والشاهينيه بالمركزين الاول والثاني. تهانينا لراشد بن محمد بن سمو المنصوري المركز الثالث، وصلت الشاهينيه من هجن الرئاسه المركز الرابع، دخول من هملوله لهجن الرئاسه، او هناك ايضا دخول من الشاهينيه من هجن الرئاسه. هكذا نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. ايضا الخمس المراكز الاولى كما تعودنا عليها ايضا تاتي باللون الاحمر. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لنا. عودة بالتوقيت الزمني ولحظات الإعادة من الشاهينية والشاهينية بهجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بن سمو المنصوري، 7 دقائق 52 5 جزافير ثانية. تهانينا والناموس أيضا لهجن الرئاسة، تهانينا لراشد بن محمد بن سمو المنصوري. الزاوية اليمنى هي الفائزة، بينما اللي في المركز الثاني 7 دقائق 52 ثانية 5 جزافير ثانية، أيضا 7 دقائق 52 5 جزاء اللي هي الشاهينية أيضا لهجن الرئاسة راشد بن محمد بن سمو المنصوري. وصلت المركز الثالث شاهينية لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، 7 دقائق 53 ثانية 8 جزافير ثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا أيضا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار.